السلام عليكم ورحمة الله، معاكم أخوكم معيد من قناة ربحك. عندنا النهاردة أجيب لكم موقع فيست بوكس. الموقع ده أديله كتير على الساحة، موقع جميل جدا وموقع مشهور وبيدفع بانتظام. الموقع ده بتشتغل عليه الضغط على الإعلانات. دي واجهة الموقع، من هنا هنسجل في الموقع. هنا بتكتب الاسم والايميل والباسورد وعدد الباسورد، وبتنقل رقم الكواتشة وتدوس اشتراك في الموقع. ونخش على الموقع، من هنا بتكتب الايميل والباسورد وبتنقل الكواتشة كده. احنا دخلنا على الموقع، دي واجهة الموقع من الداخل. اول ما تخش لازم تخش على الاعدادات من هنا وتحط رقم المحفظة هنا وتدوس حفظ. دي تاني خطوة بعد التسجيل. من هنا بتلاقي الاعلانات اللي انت بتشوفها كل يوم، هو بيضيف لك في اليوم كل ساعة، لو دخلت عليها تلاقي اعلانات تقدر ان انت تشوفها كل يوم. بتدوس على الإعلان كده زي ما انت شايف، في عداد تحت بيعد 15 ثانية مدة الإعلان. هنترجم باللغة العربية. هيجيب لك صورة بعد ما يخلص الإعلان، يقول لك حدد لي الصورة، يعني انا طالب ايه؟ ظهور. اهي ظهرت الزهرة هنا، هندوس له على شكل الزهرة كده. كده ايه؟ الاعلان تم بنجاح. نقفل الصفحة نخش على الموقع. هو بيضيف لك هنا العملة اسمها فيست في اس، عملة في اس. بعد ما بتشوف العملة كلها بتتجمع فوق هنا اهوت زي ما انتوا شايفين كده، بدوس هنا على الشاكوش ده. من هنا ببدل العملة لروبل، يعني انا عندي 30 عملة. العملة النهاردة سعرها 10، العشرة بعشرة، هي ساعات بتزيد، انا لسه كنت قريب كانت ب12 و13. وهنا ايه؟ بنبدل العملة. لما هتبقى فوق هنا ال في اس دي بتنزل هنا بتبقى روبل. يعني هدوس هنا كده تبديل العملة زي ما انتوا شايفين. العملة لازم تكون 10، لو 10 يعني ال30 نزلوا اهم تحت بقى ايه؟ اه زي ما انتوا شايفين قبل اعلان تاني، ما كانش عندي اعلان قبل اعلان تاني، كنت سيب لكم اعلان بس عشان تعرفوا الموقع بيشتغل ازاي. من هنا السحب، هندوس على كده على الرصيد زي ما انتوا شايفين. هنا هتكتب الرقم اللي عندك هنا اهو. المحفظة اصلا بتظهر هنا لوحديها لما كنت مسجلها في الاعدادات. يعني هنا عند 4 روبل و30 سنت. وادوس هنا سحب. استنى افتح لكم البير برضه عشان ايه تشوفوا الرصيد. الدفع في اللحظة على طول بيتنقل لمحفظة البير. ماشي، النت ودي عندي شوية. زي ما انتوا شايفين حضراتكم انا عندي 120 روبل على البير. وهنا هطلب السحب اهو، 4 روبل و30 سنت. هنترجم باللغة العربية عشان نوريكم. الخاص بك البير، تم ارسال الاموال بنجاح الى محفظة البير. هنخش على محفظة البير، انا عندي
21. هنعمل ريفرش للصفحة بتاعت البيير زي ما انتوا شايفين 4 روبل، وادي هنا ايه الرصيد راح على طول على المحفظة. على فكرة انا ليا بصي دي كلها مسحوبات من الموقع، الموقع بيدفع على طول وبانتظام من افضل مواقع الضغط على الاعلانات. وهسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، ويا ريت تدعمونا بالاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لايك للفيديو لو عجبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.